الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المتأمل في نجاح كثير من البلدان اقتصاديا واجتماعيا يجد أن النواة التي انبثق منها هذا النجاح هو ذلك المواطن الحريص الذي عرف بحبه لوطنه وحرصه على رقي مجتمعه وأمته. ولذا كان دور المواطن الليبي متميزا وبارزا في كل جديد يساهم في بناء الدولة، ومن ذلك دور الليبيين والليبيات في إنجاح انتخابات مجلس النواب بحلته الجديدة. وكما نعلم أيها الأحبة المشاهدون أن هذا النجاح مربوط بحسن الاختيار، ورأينا من خلال رسالتنا الإعلامية أن يكون حديثنا في هذا الحوار أو في هذا اللقاء على قناة التناصح الفضائية عن دور المواطن الليبي في إنجاح انتخابات مجلس النواب. ويسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيوفنا الكرام وهم على النحو التالي. في البداية نرحب بضيفنا الدكتور محمود سلامة الغرياني، عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام وهو كعضو مستقل. وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ محمود عبد الكريم بن موسى، الواعظ الإسلامي والداعي الإسلامي المعروف، أهلا وسهلا بك. وأيضا نرحب بالدكتور والباحث الإسلامي محمود منصور أرقيعي، أهلا وسهلا بكم جميعا. نشكركم على قبول الاستضافة وبارك الله فيكم. نبدأ هذا اللقاء بإذن الله تعالى بسؤال نضعه بين يدي الدكتور محمود سلامة الغرياني عن معايير الكفاءة وحسن الاختيار. نحن كلنا كليبيين دائما نبحث عمن يبين لنا أبرز المعايير التي لابد أن تتوافر في العضو الذي سيرشح لمجلس النواب. فلعلك بارك الله فيك دكتور تبين لنا أبرز المعايير وفي الكفاءة والقدرة، بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الأوقاف ومكتب طرابلس ومكتب الشؤون الدعوية على الخصوص بتنسيقهم لهذه الندوة، كما نشكر قناة التناصح على احتضانها لهذه الندوة لبثها على الجمهور الكريم. لا شك أن هذا الموضوع هو من أهم الموضوعات في الحقيقة وأكثرها أهمية، خاصة في هذا الوقت الذي تدخل فيه ليبيا إلى مرحلة جديدة في العمل السياسي، حيث ينتقل أو يعمل الليبيون على نقل السلطة من المؤتمر الوطني العام المنتخب في 7/7/2012 إلى جسم تشريعي جديد يقومون بإذن الله بانتخابه بتوفيق الله وعونه يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا الإطار يعني نتقدم بهذه الندوة للتذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك أن كل هذه الأشياء هي من الأشياء المعلومة عند الجميع، لكن نحتاج دائما إلى التذاكر فيها والتدقيق في بعض جوانبها التي ربما يدق فهم بعض جوانبها، وخاصة في الأزمة التي مرت بها الحياة السياسية الليبية. نعم. في مشاكل اللي تعرض لها المؤتمر الوطني العام وتشخيص المشاكل الحقيقية أو مكمن الداء في هذا الجسم، والذي أدى إلى الفشل ربما نقول بنوع من الأنواع، الفشل في إخراج البلاد من مشاكلها الكبيرة. نعم. فنعتقد أن ربما نحتاج إلى التدقيق في معرفة الأسباب. من هذا الباب يكون تناول موضوع معايير كفاءة أو معايير الكفاءة في الاختيار الشخصية المناسبة موضوع عنده أهمية بالغة. الحقيقة عندما نتكلم على معايير الكفاءة، نحن هنا لن نتكلم عن المعايير القانونية لقبول الترشح، هذا المعنى المادي الموجود في القانون، هذا أمر آخر. نعم. لكن الآن نتحدث عن كيف يمكن للمواطن الليبي أن يسهم في أن يختار الأشخاص الذين يستطيعون بمجموعهم الوصول إلى الوصول إلى حلحلة مشاكل هذه الدولة. الكفاءة في الحقيقة هي أمر في تراثنا الإسلامي على وجه الخصوص تراث فقهي يعني عميق في تحديد مسائل هذه الكفاءة فيما عرف بشروط الولايات. وإذا أخذناها بهذا المنحى فهي شروط في غاية العمق والدقة، تتحدث عن نواحي مختلفة، فيها نواحي معرفية وفيها نواحي عملية. وهنا يحضرنا
يعني السيرة النبوية العطرة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح للأمة درجات مختلفة في قيم الأشخاص وفي تقييم الأشخاص. فمثلا في نعرف كيف أن سيدنا خالد بن الوليد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشحه للمهام العسكرية، في حين أن في جوانب أخرى كان هناك أشخاص في الجوانب العلمية يرشحهم لتولي مثل هذه الأشياء. وهذا يعطينا إشارة إلى ضرورة التدقيق في المعايير التي نحتاجها في كل اختيار على حدة. نعم. وربما من أهم المشاكل التي تعرض لنا أو التي تعرضنا لها هو أننا نختار الأشخاص أحيانا بدون تركيز على نوع المهمة التي سيقومون بها. يعني هناك من المهام ما هي مهام تنفيذية يحتاجون فيها ربما إلى الدقة في العمل، يحتاج فيها إلى الحزم، يحتاج فيها إلى نوعية معينة من الأشخاص، هي قد تختلف عن الشخصيات الأخرى التي تراد لمهام تشريعية. ومن هنا أنا أعتقد ربما نلخص الموضوع في أن هناك جانبان: جانب معرفي لابد أن نلاحظه في الشخصية التي يتم ترشيحها واختيارها، وجانب آخر هو جانب عملي. وعلينا على كل شخص عندما يقوم بانتخاب شخص أن يركز على هذه الجوانب. الجانب الأول الجانب المعرفي، هو المعرفة أول شيء يكون ده معرفة عامة بالأسس الشرعية للعمل الذي يقوم به، يعني مثلا بحيث لا يقع في المخالفات. نعلم القاعدة الشرعية العامة التي تنص على أنه لا يجوز الإقدام على عمل قبل معرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيه، فيكون اختيارنا للأشخاص حتى نكون قائمين بعمل مرضي لله سبحانه وتعالى ومنقذ للأمة وقادر على يعني اجتثاث المشاكل التي تعترضها، فيكون هناك فهم شرعي واضح. ولو لم يكن في جانب التخصص العلمي هو تخصص واسع، لكن يكون هناك إدراك جيد للمسائل وكيفية الدخول إليها وتناولها بشكل لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. هذا أمر أساسي. المسألة الثانية هو فهم للواقع وطبيعة الواقع. لابد أن يكون هناك معرفة بالواقع الذي تعيشه الدولة، والذي هو يكون مقدم على المشاركة في صنع القرار فيه. فيعني اختيار الأشخاص الذين قد يكونون لهم جانب من الطيبة أو جانب من المعرفة ربما حتى المتخصصة في مجالات معينة، لكن دون أن يكونوا من الناس المهتمين بأمور الواقع ومدركين لجوانب الخلل أو جوانب الصحة أو جوانب التقييم والآليات التقييم الصحيحة. ربما هذا هو ما يوقعنا في خلل كبير، وربما هذا نلمسه أيضا في التجربة الواقعية التي عاشها المؤتمر الوطني العام من اختيارات هي في ذاتها في بعض الأشخاص الجيدين في ذاتهم في مجالاتهم الفكرية، لكن ربما لا يكون هذا الجانب متوفرا فيهم. سنتكلم عن الأخطاء التي مرت علينا في أثناء انتخاب المؤتمر الوطني أو خلال أيام مرحلة المؤتمر الوطني. لكن الآن من يشاهد الآن هذه الندوة يريد أن يعرف، لو طلبنا منك باختصار دكتور محمود بارك الله فيك، يعني تعطي علم للكبير في السن والعجوز وللفتاة وللشاب وللأم والبنت، يعني باختصار المعايير التي لابد أن تتوافر في هذا الأخ الذي سيرشح نفسه لمجلس النواب. المعايير حقيقة هي زي ما أشرت أنه لابد يكون عنده صلة بالواقع، لابد يكون عارف الموضوع اللي يدخل فيه، وليس فقط أنه يريد أن يترشح لأنه متخصص في بشكل علمي معين أو في مجال علمي معرفي معين. يكون عنده تجربة سابقة، يكون يعلم الإنسان أن هذا الشخص، نحن نعرف يعني هي نشبهها بمثلا الإنسان عندما يتقدم إليه خاطب لابنته مثلا، فهو يستطيع البحث عنه في مجالات معينة، هو يريد أن يسأل عنه في مجالات معينة يستطيع معها أن يقرر هذا القرار. ومن هنا هو يختار للبلد من يخدمها ومن يقوم بشأنها ومن يختار لها الأفضل، وبالتالي عليه أن يدقق في هذه المجالات. الجانب العملي لابد أن يكون عند هذا الشخص الذي نختاره، لابد أن يكون عنده قدرة على التواصل مع الآخر، لابد أن يكون عنده قدرة على الاستيعاب، لابد أن يكون عنده سعة صدر وصبر، بحيث أن يكون عنده نزاهة وشفافية، لا يكون عنده بعض المآخذ الاجتماعية أو بعض السلبيات اللي أخذت عليه وتبتت، لأن هذا قد يمس في مقدرته على أن يكون فعلا منصف عند تناوله للقضايا العامة. تجاوز هذه المعايير وعدم التركيز عليها
هو ما قد يوقعنا في شخصيات معينة نعم. لا تحتمل نسأل الله السلامة التقييم نعم. الصحيح. شكرا لك يا دكتور محمود بارك الله فيك. ننتقل الآن بالسؤال للدكتور محمود الرقيعي الباحث الإسلامي. دكتور بارك الله فيك، يعني هل تشترط الشهادة العلمية في إنجاح أو اختيار أعضاء مجلس النواب، وهل هناك معايير أخرى يعني يمكن أن تضيفها على ما ذكر الدكتور محمود الغرياني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أحب أن أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأثني بالشكر لقناة التناصح على هذه الاستضافة وعلى هذه الندوة. بالنسبة لمعايير قضية الكفاءة والقدرة، معيار الكفاءة والقدرة الحقيقة هم متلازمين، يعني قد يكون الإنسان عنده القدرة، يملك القدرة ويملك الأشياء التي يستطيع يتحاور، مثلا يستطيع عنده مهارات التي يستطيع يتحاور بها أثناء تواجده في داخل المؤتمر، لكن قد يكون الكفاءة، جانب الكفاءة ليس الشخص هذا كفؤ لأن يكون في هذا المكان. بالنسبة للسؤال، نرجع للسؤال، قضية الشهادة العلمية. الشهادة العلمية هذه تختلف، أنا أنظر إليها تختلف على حسب البيئة. أحيانا في بعض البيئات قد تكون فيها الجانب الشهادة مطلب أساسي، في بعض الأماكن الأخرى بالنسبة للشهادة العلمية قد لا تكون، لا يوجد أحد يملك هذه الشهادة العلمية، فبالتالي يجب إيجاد بديل آخر. طيب. لكي يسمح دكتور محمود، عذرني على المقاطعة، نأخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود بالمعرفة بإذن الله. طيب. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة، عدنا إليكم والعود أحمد بإذن الله تعالى. نستكمل هذه الندوة التي يشرف عليها مكتب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس، وتستضيفها قناة التناصح الفضائية. نستكمل ما وقفنا عنده ومع سؤال الدكتور محمود الرقيعي، عن سؤالنا كان لك قبل أن نخرج لهذا الفاصل، هل تشترط الشهادة العلمية في نجاح أو اختيار أعضاء مجلس النواب، وهل هناك معايير أخرى لربما تضيفها على المعايير التي ذكرها الدكتور محمود الرقيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، في البداية أحب أن أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقناة التناصح على هذه الاستضافة. بالنسبة للمعايير ذكر الدكتور محمود الغرياني قضية الكفاءة والقدرة، يعتبر هذا العاملين، هذا المعيارين، معيارين مهمين جدا، لأن كثير من الناس قد يكون عنده الكفاءة ولا تكون عنده القدرة في إدارة، في اتخاذ قرارات، كثير من القرارات، خصوصا أن هذه المرحلة تتطلب الحزم واتخاذ قرارات حازمة بدون أي تأثيرات، سواء كانت من قبل تأثيرات داخلية أو تأثيرات خارجية. بالنسبة لشهادة، هل يشترط الشهادة؟ هذا الأمر يرجع لحسب البيئة وحسب المكان. أحيانا نحن البلد يمتد جغرافيا إلى أماكن واسعة، فبالتالي في بعض الأماكن قد يصعب فيها وجود أناس متحصلين على بعض الشهادات، فهذا يرجع فيه إلى البيئة. لأن الحصول على الشهادة في حد ذاته لا يعتبر يعني بالصورة الكبيرة أنه الشخص الذي يحمل هذه الشهادة أصبح تحصل على معيار الكفاءة والقدرة، لأن كثير من الناس يحمل شهائد ولكنه هذه الشهادة لم يستفد منها المهارات التي الأصل أن يستفيد من خلال دراسته، المهارات التي يستخدمها في حياته. نعم. بعض الناس يحمل شهادات لكن عطل كل الأشياء التي كان الأصل أن يستخدم هذه المهارات التي اكتسبها أثناء دراسته. فقضية الشهادة الجامعية هذه بحسب، أنا أقول في بعض الأماكن قد تشترط الشهادة، وفي بعض الأماكن يراعى فيها البيئة التي الموجودة. أيضا كما ذكرت
قضية هناك بعض الناس أحيانا قد يملك موهبة وقد يملك كفاءة وقد يكون صاحب قدرة وصاحب قرار ولا يملك هذه الشهادات. نعم. لكن لا يعني هذا النظر إلى الشهادة بأنها أمر بسيط، لكن هناك من الناس من تكون في أسرته من خلال تربيته من خلال بيئته التي عاش فيها يملك من القدرات ويملك من المواهب. نعم. التي تؤهله أن يكون في مصاف حملة الشهادات الكبرى. نعم. ولذلك يعني مثلا لما حتى في النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات قال احضروا لي عرفاءكم، والعرفاء هم الناس الذين يستطيعون لهم رأي ولهم قولهم مسموع بين الناس ولهم آراءهم دائما تخرج تنبع منها الحكمة. نعم. فبالتالي هذا الأمر يختلف من مكان إلى مكان، والشهادة ليست هي المعيار النهائي الوحيد، إنما هناك معايير أخرى. نعم، بارك الله فيك يا دكتور محمود. ننتقل بالسؤال الآن لفضيلة الشيخ محمود بن موسى الداعية الإسلامي المعروف. الشيخ محمود بارك الله فيك، يعني ما هي الرسالة التي توجهها لمن يقدم القبيلة أو القبلية والجهوية والمصلحة الشخصية وأيضا الأغراض الدنيوية على الكفاءة والقدرة والتي لربما يتميز بها بعض المترشحين لمجلس النواب؟ نعم شيخ محمود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وآله وصحبه اللهم صل من ولاه. أما بعد، فالشكر موصول لمن كان سببا في هذا اللقاء. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. قضية الكفاءة وقضية التصويت للأصلح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مسألة متعلقة بالولايات. قد يكون المناط به هذا الأمر هو الحاكم المسلم في اختياره لأهل الفضل والعلم والكفاءة، وقد يكون كما نحن مقبلون على اختيار مجلس النواب. نعم. القضية ترتكز على أصل شرعي وهو قوله تعالى قالت يا أبي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لاحظ أن هناك أمرين، القوة والأمانة. القوة في جانب القدرة وجانب العلم، في جانب العلم والكفاءة سواء في الجانب الإداري، وكل ولاية بحسبها. قد يكون القوة في جانب الحروب وما يتعلق ب القيادة العسكرية، وقد تكون في جانب القيادة الإدارية والحكم، فتختلف. المقصود بالقوة العلم بالعدل الذي أوجبه الله في الكتاب والسنة. نعم. والأمانة متعلقة بالديانة، متعلقة بالخوف من الله جل وعلا. وفي جانب الحكم على الأخص الأمانة لها ارتباط بخشية الله تعالى وبألا يخشى الناس. نعم. وبألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السياق في ثلاث يعني محاور متعلقة بالحاكم. طيب، الآن كل مسلم ينبغي أن يفكر قبل أن يصوت، وينبغي أن يقف وأن يعتقد أن ما يقوم به إنما هو عمل تعبدي سيسأل عنه. ولذلك العلماء عدوا التصويت في اختيار الأصلح للأمة عدوه من باب الشهادات. الله أكبر. أنه شهادة. نعم. والشهادة يجب أن يكون المسلم فيها صادقا يؤديها على ما يرضي الله. نعم. جل في علاه تبارك في علياه. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والشهادة أمانة. نعم. والمؤمن يجب عليه أن يتقي ربه جل وعلا بحيث لا يصوت ولا يختار إلا من يعتقد أنه أصلح لأمته ووطنه. نعم. ونحن بحاجة كما تفضل يعني الإخوة الدكاترة بارك الله فيهم في قضية الكفاءة فيما يتعلق بالقوة والأمانة. قد يكون عندنا شخص قوي في الجانب العلمي أو. نعم. في الجانب الإداري، لكن يكون
ضعيفا في جانب التدين والخوف من الله، وقد يكون العكس. ولذلك العلماء قالوا انطلاقا من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أن الاختيار بحسب نوع الولاية. نعم. أحيانا بعض الولايات ربما يقدم فيها من يكون فيه نوع فجور أو نوع مخالفة للشرع لكنه قوي، ففجوره على نفسه وقوته للأمة وللوطن. نعم. وأحيانا نحتاج إلى شخص يكون فيه ورع وتقوى وخوف من الله، ولذلك نجد في جانب القوة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان آية في الشجاعة والقوة والدهاء ومعرفة إدارة وقيادة الحروب، مع أنه ربما حصلت منه أخطاء أو تجاوزات. نعم. ونجد في الجانب الآخر رجلا من أصحاب نبينا صلى الله وسلامه عليه والسلام. هو آية في الصلاح والورع والتقوى، حتى قال فيه نبينا صلى الله وسلامه عليه قال ما أظلت الخضراء ولا حملت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. الله الله. طيب مع هذا الثناء نجد أن نبينا كما في الصحيح عند مسلم. نعم. قال له يا أبا ذر إنك ضعيف، وقال له والله إني لا أحبك، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم. لو كنتم في سفر لا تكن أميرا على اثنين، لأنه يعلم أنه لا يقدر، ليس عنده القوة مع وجود الورع والتقوى. نعم. وقال له يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم. فلو كان كل مسلم سواء ممن ترشح وقدم نفسه أو ممن أراد أن يرشح ويصوت يجعل المولى جل وعلا نصب عينيه، وأنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، وأنه يؤدي شهادة سيسأل عنها يوم القيامة، لأني إذا شهدت هذه الشهادة وصوتت. نعم. لزيد أو عمر ولم يكن على قدر هذه المسؤولية، ما يترتب على وجوده في هذا المكان والمقام من فساد أو من إخلال أو من عدم أداء للأمانة التي حملها يتحمل المصوتون له. نعم. تبعت هذا لمن يصوت لقبيلته أو لجهوية أو لأغراض شخصية. شيخ محمود لكل الاعتبارات. نعم. سواء كانت اعتبارات مالية، بعض الناس. نعم. ربما يكون مصلحة. ثريا. نعم. فأنا أخبرت ولا أدري أن هناك خياما نصبت. نعم. للأكل والشرب وأموال تدفع، فإذا. نعم. كان التصويت على هذا النحو. نعم. فلا شك ولا ريب أنه من باب تضييع الأمانة التي أمر الناس بأدائها، وأنها شهادة زور سيسأل عنها من ضيعها. هؤلاء ذكرونا يا شيخ محمود بمن كانوا زمان يعني يأتوا بهم بالحافلات لأماكن التصعيد، يعرفها الليبيون جيدا هذه الأمور، ونحو الليبيون قاموا بالثورة من أجل الدفع بمثل هذه الشرور والدفع بالأصلح، أليس كذلك شيخ محمود؟ بلى. نعم. هذا لا شك أمر مهم، وبعض الناس ربما إذا سمع أهل الخير يتكلمون عن مسألة التصويت الأصلح ظنوا وتوهموا أن. نعم. هذا من باب الترويج لأنفسهم. نعم. وهذا لا شك أنه خطأ، بل أنا أقول لكل مسلم اتق الله، لو كان والدك أو شقيقك أو ابن عمك ممن ترشح وأنت تعتقد أن فلانا أصلح منه، أنا أقول والدك صالح. نعم. وشقيقك كذلك، لكن هناك من هو أصلح وتعرف أفعل التفضيل، معنى هذا الكلام اشتراك شخصين في وصف تميز أحدهما. نعم. في هذا الوصف أفضل، كلاهما فاضل، لكن لو علمت أن فلانا أفضل من والدك أو صديقك أو ابن عمك أو قبيلتك أو من مدينتك، ثم صوتت ورشحت المفضول وتركت الفاضل، فقد خالفت أمر الله جل وعلا. نعم. وعصيته، والعلماء نصوا على أن من فعل ذلك كان آثما والعياذ بالله. نعم. شكرا، بارك الله. نعم. فيك شيخ محمود. نرجع من جديد للدكتور محمود الغرياني، عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام، وهو عضو مستقل كما ذكرنا. ننتقل دكتور محمود بارك الله فيك إلى محور هو من الأهمية بمكان،
وهو ما يتعلق بمعيار الأمانة والنزاهة. بمعنى دكتور بارك الله فيك، ما هو الميزان الذي يوزن فيه المترشح؟ متى يقال هذا أمين، هذا نزيه؟ هل من خلال مثلا سيرته الشخصية، أو من خلال شهادته العلمية، أو من تزكية حاشيته وأصحابه وأحبابه وخلانه؟ لأن في هذا الموضوع بصراحة سؤال يجول في خاطر كل الليبيين، يعني نتمنى منك أن تبين لنا هذا المعيار وهذه الألية. نعم، طبعا النزاهة هي وصف، نعم، وصف الوصول إليه يحتاج إلى أدلة وبراهين إثبات هذا الوصف لشخص معين. والمسلمين والغالب الحياة العامة، الحياة، نعم، البشرية تأخذ بالظواهر، ومن هنا فإن المترشح لابد أن نحكم عليه. نحن مأمورون بأن نبحث عن وصف النزاهة فيه، ووصف النزاهة لا يوصل إليه إلا عن طريق أدلة ومعايير، ولا يمكن فقط الاكتفاء بالمعرفة السطحية. وكما شبهت في السابق بأن هذا مثل من يتقدم إلى الخطبة، أو من يتقدم إلى أخذ إلى الاقتراض مبلغ مالي، فأنت تحتاج إلى السؤال عنه ومعرفة مدى قدرته على السداد، ومدى قدرته على احترام المواعيد وما إلى ذلك. فهذا الأمر أشد وأقوى، ولذلك أنا أرى أن هذه المعايير تتداخل مع بعضها البعض. نحتاج إلى ما يسمى ربما بالمعايير الأهلية، نعم، يعني السمعة الاجتماعية المجتمعية التي يتداولها الناس عندما يكون هناك شخص مترشح ويسأل عنه أهله وذووه وأهل منطقته والعارفون به على المستوى الاجتماعي البسيط. في العادة أن الأحكام لا تجتمع على وصف شخص بنزاهة أو بعدم نزاهة بباطل، وبالتالي هذا أحد المعايير التي ينبغي أن تأخذ في الحسبان. نعم. الناحية الثانية أيضا موضوع الوظيفي، يعني إذا كان هذا الشخص يسأل عنه في وظيفته وفي تقاريره الوظيفية، ما إذا كان هناك تفوق في أدائه الوظيفي وقدرة على الوصول إلى النتائج الجيدة في مجالاته الوظيفية، أم أنه من الناس الذين هم في آخر الصفوف؟ هل إذا كان في معتاد حالة لم يقدم شيء لعمله بشكل جيد، فمن المستبعد أن يكون في مجال العمل العام وتقديم مصلحة البلد والعمل على إصحاح، نعم، تصحيح البلد. هذا، نعم، من الباب الصعوبة. أيضا على الناحية الثالثة، على السؤال على المستوى العلمي له، أنا أعتقد أن المستوى العلمي هو ليس حاكما نهائيا على كفاءة أو عدم كفاءة، كما ذكر محمود الرجاعي، نعم، لكن أنا أعتقد أنه هو قرينة، نعم، وفي العادة أنا أصبحنا نتعامل مع القرائن. الحقيقة هذه المشكلة واجهتنا في المؤتمر الوطني عند صياغة قانون الانتخابات، وهو موضوع الدرجة العلمية، هل تشترط درجة علمية؟ لاحظنا عندما تم وضع قانون انتخابات الهيئة التأسيسية، وكان الشرط في مستوى الأدنى باشتراط فقط الحصول على الشهادة الثانوية، وجه ذلك بعدم قبول وبامتعاض نوعا ما من الشعب، وخاصة من فئات مختلفة أشارت إلى هذا الشيء. في قانون انتخابات مجلس النواب وضع شرط الحصول على الشهادة الجامعية، طبعا لا نعرف بكل تأكيد أن الشهادة الجامعية لا تعد دليلا على كفاءة حاملها، ونعلم الكثيرين من يحملون حتى شهادة الدكتوراه وهم في المستوى العلمي والفكري، نعم، في مستوى هابط جدا. ونلمس هذا الأمر خاصة الآن في ظل هذا الانفتاح الإعلامي الشديد، فنستطيع أن نصل إلى، نعم، أمثلة كثيرة لهذا الأمر، يعني دكتور، لكن هذا في النهاية، نعم، أنت تبحث عن قرائن، فعندما تتوائم أو تتوافق القرائن في الجانب الشخصي والجانب الوظيفي والجانب المعرفي على أن هذا الشخص هو يصل إلى درجة الوسط أو أكثر من ذلك، ويحمل معايير القدرة على التفهم، على الوصول للنتائج بشكل جيد، في الحقيقة جانب مهم جدا هو الجانب اللغوي. يعني مثلا عندما نحن نضع مرشح لمؤسسة تشريعية ونفاجئ بأن أشخاص لا يتقنون حتى فهم النصوص اللغوية، ولا يعرفون الحكم على النصوص وما إلى ذلك، فهذا يورط، نعم، الأعضاء الآخرين في عندما يصبحون محتاجين إلى صوت مثل هذا الشخص. فعندما يكون هذا الشخص في مستوى معين غير قادر على استيعاب
الحالة الموجودة المعروضة عليه. نعم. هذا أمر أيضا من المخاطر التي هذه نقطة مهمة جدا دكتور محمود بارك الله فيك، لكن هذا الكلام الطيب الذي سمعناه منك عن الآن يرسل للناس حتى ما يغتروا بالصور التي تعلق أو في الشوارع أو من خلال الرسائل التي ترسل على الهواتف النقالة، لابد لهم أن يحتدوا بمثل هذا الكلام في معيار أو معيار الأمانة والديانة والنزاهة التي ذكرتها. ننتقل بالسؤال للشيخ محمود بن موسى بارك الله فيك، يعني كما ذكر دكتور محمود الغرياني نحن سلمنا أن هذا المترشح الذي سأصوت له أو سأقوم بانتخابه صاحب أمانة ونزاهة، ولكن الشيخ محمود قد يفتقد القوة في اتخاذ القرار، وكما حدث وشاهدنا وعشنا في مثلا المؤتمر الوطني العام بعض الأشخاص أو الشخصيات انتخبناها هم أصحاب علم وأصحاب أخلاق، ولكن في أيام وفي انتخاب أو في جلسات المؤتمر الوطني العام نشاهد أنهم لا يريدون أن يتدخلوا في القرارات الفعالة، دائما ينسحبوا ربما من المشاركة في القرارات المهمة جدا التي ربما تصب في مصلحة الشعب الليبي. البعض منهم سمعنا ونسأل الله السلامة يقول يعني ننتظر في اللحظة التي تنتهي فيها مدة المؤتمر الوطني حتى نرتاح. يعني هؤلاء الذي كما ذكرت لك ربما شخص سأصوت له وسأقوم بانتخاب صاحب أمانة، ولكن يفتقد إلى القوة في اتخاذ القرار كما ذكر الدكتور محمود. بمعنى شيخنا برأيك هل القوة في اتخاذ القرار والديانة والأمانة أمران متلازمان أم لا؟ لعلك تبين لنا هذه النقطة. هو هذا سؤال مهم، وقبل هذا السؤال بالنسبة للتصويت الأصلح الناس يسألون، نعم، إما أن المسلم يعرف شخصا يثق في علمه ودينه وأمانته ويعلم كفاءته في الجانب العلمي والجانب الديني من حيث الورع، وإذا كان لا يعلم فيتعين عليه أن يسأل أهل الخير ومن يثق فيهم ليدلوه. ونحن نعاني حقيقة أيضا من أزمة وإشكالية وهي أزمة التشويه وإلصاق التهم، والآن يعني شيطنة المسلم وما أحدثه أناس من إطلاق عبارة الإسلام السياسي، ولعلي ممكن أنت ما كان في يعني خلدك أن ندخل في هذا. حقيقة يعني أن صاحب الإسلام السياسي أو هؤلاء أصحاب أيديولوجية، هو لا يوجد مسلم إلا وعنده أيديولوجية، إما أن تكون في مرضاة الله وإما أن تكون في سخط الله والعياذ بالله. لكن أنا أدعو كل مسلم إما أن يصوت لمن يعرف بنفسه، وإما أن يسأل من يثق في دينه وعلمه ويقول له لمن أصوت لأنها أمانة. وبناء عليه ما تفضلت به من سؤالك هما أمران متلازمان، لكن أنا أستشكل ما ذكرته من أن هناك أشخاصا صوت لهم الأخيار تخاذلوا أو كانوا ضعفاء في المؤتمر. أنا لا أدري، الذي أعرف من خلال يعني اطلاعي ما أريد أن أقول البسيط يعني القاصر، أن الأخيار كانوا يعني أمناء في حفظ هذه الأمانة والمسؤولية ولم يتخاذلوا، لكن ربما بعضهم قد يكون له رأي أو وجهة نظر. لكن ما أود الإشارة إليه أن المؤتمر أو مجلس النواب غالبا ليس جهة تنفيذية تحتاج إلى قوة في اتخاذ القرار، قد يكون هذا في ولايات أخرى، لكن المسلم والنائب في المجلس لابد أن يكون له مستشارون يرجع إليهم يستشيرهم يسألهم إذا كان يجهل بعض ما يجب أن يقوم به. فهذا أصل شرعي، من يتحرى الخير يعطى، والمسلم يجب أن يكون قويا أمينا، يمكن مع وجود الأمانة أن يقوي جانبه العلمي بالاطلاع والاستشارة والسؤال، وإذا كان المسلم يراقب الله جل وعلا فإنه يوفق إلى الخير بتوفيق الله تعالى. نعم، شكرا. نعم. لك الشيخ محمود بارك الله فيك. إذن أيها الأحبة قبل أن نخرج لهذا الفاصل نرجع للدكتور محمود رقيعي الباحث الإسلامي. دكتور محمود، يعني إذا كان عندك إضافة على ما تفضل به الدكتور محمود الغرياني والشيخ محمود بن موسى. نعم، بالنسبة لقضية الأمانة
والقوة. الأمانة الحقيقة هي أمانة، هي من اسمها أمانة. نعم. فبالتالي الذي لا يستطيع أن يتحمل هذه الأمانة عليه أن ينسحب من هذا الأمر، لأنها سوف يسأل عنها، وأي نعم. إنسان سوف يسأل عن أي أمانة حملها أي كانت هذه. بالنسبة للقوة، الحقيقة أنا أقول أن القوة دائما قوة في اختيار في القرارات، قوة في تحمل التبعات التي تترتب من وراء اتخاذ القرارات التي اتخذها هذا العضو. مثلا في المؤتمر السابق، أعضاء المؤتمر السابق، هناك محاولة من الإعلام إظهار هؤلاء الناس كلهم في وجه واحد. نعم. استطاع الإعلام أن يشوه هؤلاء الفضلاء، بعض الفضلاء الذين كان لهم دور إيجابي في المؤتمر، واستطاع أن يظهر هؤلاء الأعضاء في صورة شخص ما. كلما يأتي الإنسان ويتكلم عن المؤتمر يظن أن هؤلاء الأخيار في صورة هذا الرجل السيء الذي ظهر بمظهر سيء جدا في هذا الدور. فبالتالي كان هناك أناس كان لهم دور إيجابي. نعم. لا نشك في ذلك. فعملية الأمانة، الأمانة هذا شيء مهم جدا. قضية القدرة، قضية القوة كما ذكر الشيخ محمود. نعم. قضية أن خير ما استأجرت القوي الأمين، لازم أن يكون الشخص الذي نريد أن نصوت له أن يكون عنده القوة، وأن يكون لا يخضع لأي تأثيرات، أن ينظر إلى مصلحة هذا البلد. نعم. دكتور محمود بارك الله فيك، أنت في بداية كلامك في الإضافة، هذه الإضافة، قلت يا ليت الناس اللي إمكانياتهم يروا أنها هي ضعيفة وهم ليسوا بأهل حتى يكونوا في هذا المجلس، أن يعني أن يض أو أن يتيحوا المجال لغيرهم، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله من عرف قدر نفسه. لكن أنا أريد منك إجابة، الناس الآن وبعض الأشخاص نسأل الله لهم الهداية، يعني يعرف نفسه ليس أهلا لهذا المكان ولكن يرشح نفسه، بحسب رأيك ما هو المبرر وماذا تنصحهم يا شيخ؟ والله يعني هذه الإنسان عليه أن يستحضر دائما، يعني أي إنسان بيقدم على أي أمر، أي مكان يريد أن يقدم عليه، سواء شغل سواء كذا، إذا كان هو غير كفء لهذا المكان عليه أن يستحضر أنه سوف يسأل عنه. نعم. فبالتالي كلما تحمل هذا الإنسان أو هذا الرجل أو هذه المرأة هذه الحدث، عليه أن يجهز إجابة لهذا السؤال. يعني قضية المعيار الأمانة والديانة والنزاهة كما ذكر الشيخ الدكتور محمود، النزاهة هذه ترجع لعامل عرفي وعامل شرعي. ننظر إلى العرف، الناس أحيانا تستطيع تعرف من خلال السؤال في داخل الحي أو في خلال السؤال من خلال الناس وكذا، تعرف هذا الرجل إذا كان نزيه أو غير ذلك. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. نعم. وقال عطف بالخلق على الدين، قد يكون الإنسان صاحب دين لكن قد يكون منزوع الخلق. صحيح. لذلك ذكر العلماء الفائدة هنا أن جانب الخلق جانب مهم جدا، ليس الدين فقط، لكن لازم يكون الإنسان نعم. عنده خلق وعنده مقدرة وعنده قوة عنده عوامل أخرى، وأن لا يجامل كما ذكر الشيخ محمود في الموسى سابقا. عملية أن الأئمة لم يتورعوا في قضية يعني بيان الحق، علي بن المديني لما سئل عن أبيه لم يتردد أبدا، قال اسألوا غيري، فسألوه قال أبي ضعيف. نعم. لم يتردد في ذلك. فبالتالي هذه أمانة، لأن كان ينظرون إليها لأنها سوف يترتب من ورائها أسئلة. نعم. هل هم جاهزون لكي يجيبوا على هذه الأسئلة أم لا؟ شكرا لك دكتور محمود، كلام طيب بارك الله فيكم. ضيوف الكرام، استأذنكم في الخروج لهذا الفاصل ثم نعود أيها الأحبة بإذن الله، فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، لازلنا في هذا اللقاء الخاص في الندوة التي يقيمها قسم الشؤون الدعوية والثقافية بمكتب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتستضيفه قناة التناصح الفضائية. نستكمل مع ضيوفنا الكرام ونذكر بهم من جديد لمن التحق بنا الآن. ضيوفنا هم على النحو التالي: الدكتور محمود سلام الغرياني، عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام وهو عضو مستقل، وأيضا فضيلة الشيخ محمود بن موسى الداعية الإسلامي المعروف، وأيضا ضيفنا
الدكتور محمود منصور أرقيعي الباحث الإسلامي. نستكمل من جديد هذه الندوة وهي بعنوان دور المواطن الليبي في انتخاب مجلس النواب الجديد مع الدكتور مع الشيخ محمود بن موسى. شيخنا بارك الله فيك، يعني الآن كما سألنا قبل الفاصل الشيخ محمود الدكتور محمود أرقيعي عمن يتقدم ليكون عضوا في مجلس النواب لكن لا يملك المواصفات أو الأهلية لهذا الأمر، فهذا نظر لأن هذا السؤال مهم جدا. شيخنا يعني نتكلم باللهجة الدارجة، نبوك توصل رسالة أو توضح لنا هل هناك ضوابط معينة لمن أراد أن يترشح لعضوية مجلس النواب أم أن الأمر لا يوجد فيه ضوابط وكل من أراد أن يدخل في هذا العراق أو هذا المجلس كما يقال يدخل؟ نعم، لا هو لا شك في ضوابط شرعية لأنها ولاية. نعم، والأصل في الولاية ألا يتشوف إليها الإنسان ولا يتعلق بها، لأنه إن طلبها وتعلق بها وسعى إليها لن يوفق. الله أكبر. وهذه رسالة نوجهها لكل من يعني يسعى للولاية والحكم والسلطان أو أن يكون نائبا أو وزيرا ويطلب هذا ويبذل الأسباب، نقول له إذا فعلت ذلك لن توفق. وهذا ليس من عندي، بل هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. نعم، أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال له: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذا في صحيح البخاري قاعدة شرعية، فليضعها كل من يسعى للولاية في أي نوع من أنواع الولاية، يضع هذا الحديث نصب عينيه. نعم، طيب هذا أصل. نعم، ولذلك لا ينبغي له أن يبذل الأسباب أو أن يسعى، لكن أحيانا في بعض الظروف الخاصة إذا كان هناك من يشجعه ويرى في نفسه الكفاءة وأنه سيقوم في هذه الولاية بما يرضي الله تعالى، فإن له أن يتقدم، وعنده سلف في هذا كما نعم. في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم، فهنا يتقدم وهو متردد وخائف ويدعو الله جل وعلا أن يوفقه مع دفع ودعم الأخيار والفضلاء له. أما فقط يعلم من نفسه أنه ضعيف من حيث الأمانة والديانة، وأنه ضعيف من حيث العلم والكفاءة والخبرة والإدارة، فقط أنه ربما يعني سمع بحرية الترشح ومن له يعني تشوف فليتقدم، فتقدم، فنقول له: لقد أخطأت وفعلت فعلا لا ينبغي، وهذه الولاية نبينا صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا أنها خزي وندامة يوم القيامة ستدخل. ربما وعندك ذكاء وعندك نشاط ودعاية وعندك يعني أناس يصوتون لك، نعم، ويدعمونك، ثم إذا نعم. دخلت ستسأل عن كل قرار وعن كل كلمة قلتها، ستسأل عن دعمك لما يرضي نعم. الله نعم. أو أنك تقف في صف ما يخالف أوامر الله جل وعلا. فالقضية ليست أن يدخل الإنسان نعم. ويطلب المال والشرف والرئاسة وينسى التبعة نعم. ولذلك أختم بما رواه البخاري، نبينا صلى الله عليه وسلم عليه قال في الإمارة والولاية، قال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم، ولا ننسى مقولة الشيخ محمود: والله لو عثرت بغلة في العراق. أليس كذلك شيخ؟ نعم، لسئلت عنها. نعم، فلذلك نعمة المرضعة، أول ما تخرج الأصوات ويترشح يستبشر الإنسان ويفرح ويأخذ الولاية بسرور وسعادة، وربما يستفيد من أموالها بحق أو بغير حق، ويستفيد من رئاستها ويصبح له الأمر والنهي. نعم، صحيح. ولكن حين يفطم عنها وقد ضيع فيها أمر الله لا يلومن إلا نفسه. يعني لو أذنت لي أذكر بما رواه البيهقي وغيره أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: ما من أمير عشرة فما فوق، ما نعم. من أمير عشرة فما فوق، إلا ويأتي يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه فكه عدله أو أوبقه جوره. الله الله الشيخ، فالأمر خطير. صلى الله هو سلام. ربما لا يعرف العدل الذي يجب أن يقوم به نعم. وما الذي أوجبه الله عليه،
ولكن نعم إنكم ستحرصون على الإمارة. شكرا لك الشيخ محمود بارك الله فيك. ننتقل بالسؤال الآن للشيخ الدكتور محمود الغرياني عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني. دكتور محمود، يعني لابد أن نعترف أن التجاذبات السياسية بين الكتل والأحزاب وربما حتى المستقلين برعاية إعلامية من هذه القناة أو تلك أمر لا يعني أمر واقع لا مفر منه ولا مهرب عنه. يعني نريد منك بارك الله فيك شيخ دكتور محمود أن تحدثنا عن الآلية التي ينبغي السير عليها لانتخاب عضو مجلس النواب في ظل وجود هذه الكتل والأحزاب، بمعنى يعني نتكلم باللهجة الدارجة دكتور محمود، أنا كمواطن ليبي وكل مواطن ليبي شاهدنا الآن يريد أن ينتخب شخصا صاحب أمانة ونزاهة وقوة في اتخاذ القرار وولاؤه لله ثم للوطن، لكن في ظل هذه التجاذبات وهذه الأحزاب وهذه الكتل كما نسمع ونعيش، فما هي الآلية بارك الله فيك دكتور؟ بارك الله فيك. هو ده من أهم الموضوعات وأخطرها الحقيقة على الساحة الليبية، وأعتقد أن احنا ربما نحتاج إلى مكاشفة قوية في هذه الأمور حتى نصل إلى نتائج صحيح. نعم. وربما حتى اللي وقع ربما نعتبره أنه هو أمر مقبول نوعا ما إلى حد الآن بسبب حداثة التجربة وما إلى ذلك، لكن لابد أن يتم الوقوف أمام هذه المشكلة. وأعتقد أن ربما هذه المناسبة مثل مناسبة التحول اللي صاير هذا التحول السلمي والتداول السلمي للسلطة، نعم، ربما هو مناسبة لمناقشة هذا الأمر. نقطة أساسية في موضوع التجاذبات هي أن أي عمل سياسي لابد أن يكون فيه رأيان، نعم، بل أي عمل بشري لابد أن يكون هناك آراء متجاذبة حوله، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين. والله. فالاختلاف في تفهم المسائل وفي النظر إليه هذا أمر طبيعي. الإشكال هو أن تجعل التجاذبات نفسها سبباً للخسارة أو سبباً لضياع الأمانة، وأنا أعتقد أن هذا النظر من أساسه غير منطقي غير صحيح. نعم. لأن التجاذب يتم بين موقفين، ولابد أن يكون أحد الموقفين إيجابياً وصحيحاً والآخر مبطلاً وسلبي وغير صحيح. ومن هنا فالقول بأن التجاذبات في طبيعتها هي السبب ولابد أن تنتهي هذه التجاذبات هو في الحقيقة يحقق خسارة مزدوجة. نعم. الأول أنه في دعم فيه تسوية بين القوة الجاذبة للحق والقوة الجاذبة للشر، في تسوية بينهما وطلب منهم من كليهما التوقف عن هذا الجذب، فهذا أمر سلبي. السلبية الأخرى أن فيه تقوية للجانب السيء لأنه يتقوى بالمساواة التي تحدث بينه وبين الجانب الخير. من هنا أعتقد أن لابد أن يكون الحل هو ضرورة التعرف الصحيح على أو ضرورة وضع الآليات العلمية الصحيحة لمعرفة الحق في أي جانب، ثم الوقوف ونصرة الجانب المحق في العمليات أو في الأفكار المختلفة، نعم، حتى لا نقع في الفخ الذي ينصب دائما للمساواة بما بفكرة الحياد التي هي نعلم أن فكرة الحياد هي فكرة طوبوية وخيالية وغير حقيقية. لا يوجد حياد بالمطلق، يوجد انتماء، فالانتماء لابد أن يكون للحق وليس للباطل، وعندما يكون هناك صراع لابد أن ننتمي إلى الجانب المحق وندعمه ونأخذ على يد الجانب الآخر حتى لا تكون المسألة فيها ظلم وغبن. هنا نقطة أخرى مهمة جدا لابد في جانب المكاشفة هو لابد أن يضع المواطن نفسه ما هو الهدف من موضوع مجلس النواب ومن المشاركة في السياسة، وما هو الهدف، ما هي الدولة التي ينشدها المواطن. هو في الحقيقة المواطن عندما يقدم على التصويت فإنه يكون في ذهنه مشروع للدولة هو يدعمه، فإذا كان يريد الدولة الجهوية الدولة القبلية الدولة المناطقية فإنه يذهب للتصويت على هذا الأساس، نعم، وهو يختار على هذا الأساس، وفي النهاية هو ستأتيه الدولة التي يشاءها. ونعتقد أن جزء مشكلة كبيرة اللي حدثت في المؤتمر الوطني، لو رجعنا إلى التصويت يوم 7/7/2012 المواطن نفسه وضع نفسه فيها بتصويته على هذه الأسس الخطيرة، وأعتقد أن تكرار التجربة ربما سيكرر نفس المشكلة، ولذلك لابد أن يكون هناك، نعم، لابد أن يكون هناك يعني تصحيح كامل. النقطة الخطيرة أو المهمة جدا الآن أعتقد لابد من، نعم، وضعها أو من وضعها في إطارها الصحيح هو موقفنا أو موقف العامة من التدين، من المتدينين عندما يدخلون في الأعمال السياسية. أنا أعتقد أن هناك تجهيز يعني نوع من التضليل كبير، نعم، وفي نوع من التضخيم ونوع من التشديد في وصف
فئة معينة من أبناء الشعب الليبي هم أبناء لهذا الوطن. ما الهدف دكتور محمود ترى بحسب رأيك؟ يعني الهدف من هذا الأمر هذا التشويه ما المقصود منه؟ خلينا احنا في اعتقادي لا لن نكسب كثيرا من تحديد الهدف أو كذا، لكن نقول أننا المهم الآن أن نقول أن ننظر، نحن الدولة سيبنيها كل أبناء ليبيا وكل مكونات الليبية، وجزء كثير من هؤلاء منها من أبناء الشعب الليبي هم من الناس المتدينون. الآن للأسف هناك فئة معينة حاولت أن تصور كل من هم من هذه الفئة المتدينة أنهم يعني مرتبطون بالخارج وأنهم يقدمون أجندات إرهابية وأجندات متطرفة وما إلى ذلك، وهذا هذه الطرح في الحقيقة. ونحن نتحدث عن الاختيار وعن الانتقاء وعن اختيار الأصلح، لابد أن نقف وقفة حقيقية. إذا كنا نصدق مثل هذا الأمر فنحن نصدق الإفك. الله سبحانه وتعالى يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني عندما أنت يتهم الفاضلون ويتهم الأخيار ويتهم المتدينون بأنهم يدعمون هذه المشاريع، مشاريع القتل، مشاريع الإرهاب، وعندما يجيش الإعلام لإيقاف المشاركات، لإيقاف المشاركة السياسية لهذا الصنف من الليبيين من أبناء الشعب الليبي، فهذا في الحقيقة هو قمع حتى الديمقراطية والعملية الديمقراطية التي يريدون إرساءها، وفي نفس الوقت هو يعني لن يصل بنا إلى نتيجة. وبالتالي أنا أعتقد أن إذا وقفنا أمام هذه المسائل بشكل جيد، حسمنا خياراتنا، سنذهب للتصويت ونحن قادرون على الاختيار الصح. لكن إذا ظللنا متأثرين ببعض التشويهات وتشويشات التي لامست من نعرفهم، أحيانا نعرفهم بشكل شخصي ونعرف قوتهم ونعرف بعدهم عن هذه الاتهامات، فإن النتائج لن تكون مرضية. وهذه الحقيقة أعتقد أنها علامات مهمة في هذا الموضوع. شكرا لك دكتور محمود، بارك الله فيك. ننتقل بالسؤال للدكتور محمود رقيع البحث الإسلامي. دكتور محمود، يعني هل تعتقد أن صاحب الأمانة والنزاهة يعني قد غاب صوته في وجود إعلام، واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة، أن هناك إعلام الآن أصبح مضلل، يعني يزخرف الباطل ويطمس الحق وبطريق مباشر أو غير مباشر؟ وأيضا يا دكتور محمود، هل تعتقد أن الليبيين والليبيات يعني سيكونون على دراية بأمانة هذا المرشح صاحب الأمانة العملية والقوة العلمية، أم أنهم سيكونون ضحية إعلام مضلل؟ نعم، لا شك أن الحقيقة الإعلام يلعب دور مهم جدا في إظهار السيء في مظهر الحسن، وأيضا إخفاء الطيب أو إخفاء الإنسان الكفؤ إذا أراد. نعم. ولذلك ما نراه الآن، ما يحصل الآن في واقعنا الآن خلال هذه الفترة، هناك فجور إعلامي وهناك دجل وهناك كذب وافتراء. نعم. يعني حتى الإنسان يعجز عن وصف هذا الحدث. بعض الناس، أنا تقابلت مع بعض الناس ليس لهم علاقة بانتماءات ولا شيء، يحاولون أن يصورون هؤلاء الأشخاص بأن لهم انتماءات أو أن لهم كذا، وكل ذلك بسبب من أجل صرف الناخبين أن ينتخبوا هؤلاء النواب. في الجانب الآخر يحاولون أن يصفوا أنفسهم بأوصاف تكون هناك قابلية عند الناس، فتجد البعض يصف نفسه بأبناء التيار المدني. نعم. وكأن الطرف الآخر يمثل التيار العسكري، وكأن الطرف الآخر يمثل تيار جاء من كوكب آخر. والمشكلة تكمن هنا، مشكلتنا تكمن أن الناس لا تدرك هذه المصطلحات، وإذا أردنا نرجع إلى هذا المصطلح ونفكه ونرجعه إلى أصله، مثل مصطلح الصلاة، عندما نقول الصلاة لها تعريف لغوي لها تعريف شرعي. التيار المدني ماذا يقصد؟ أنا أقول لك يعني إن كان هؤلاء الذين يدعون بأنهم أبناء التيار المدني إن كانوا يدركون ما يحتوي هذا المصطلح فتلك كارثة، وإن كانوا لا يدركون فهذا يدل على جهلهم بهذا المصطلح، لأن هذا المصطلح له أصل في نشأته وليس له علاقة، يقوم على ركيزتين وتكون التحاكم فيه إلى المدنية، وبالتالي هذه المدنية خلنا نقول ونضرب مثلا الحرية كيف نستطيع أن نضبطها؟ هل هي الحرية التي في أمريكا؟ هل هي الحرية التي في بريطانيا؟ هل هي الحرية التي في فرنسا؟ هذه الحرية تختلف من بلد إلى بلد. فهذا الذين يصفون أنفسهم بالتيار المدني، التيار المدني قائم على أساس أن
لا وجود للدين لكي يضبط هذه الأخلاق. نعم. يصبح منفتح، فكأنهم يريدون يسوقوا للناس، يعني نحن نمثل قمة المدنية، والناس لو تدرك هذا المصطلح وهؤلاء الدعاة المدنية، أنا أقول لك لن يصوت لهؤلاء نعم. أحد، وفي نفس الوقت هؤلاء لن يحاولوا أن يدعوا يقولوا نحن من أبناء التيار المدني. هي قضية عملية اقتباس نماذج ومحاولة تسويقها داخل هذا الشيء، نعم، داخل هذا المجتمع، لكي الناس تقبلها، يقولك لا فلان هذا من أبناء التيار المدني، وكأن الطرف الثاني لا يسعى لبناء ليبيا ولا يسعى إلى يعني النهوض من بهذه البلد إلى مصاف الدول المتقدمة. نعم، شكرا لك دكتور محمود، بارك الله فيك. شيخ محمود بارك الله فيك، أحمد بن موسى، يعني برأيك هل وجود الأحزاب السياسية والكتل يعني ظاهرة صحيحة في نظرك، أم أنها تفسد أكثر مما تصلح، وخاصة فيما يتعلق بآلية سير مجلس النواب؟ ونريد أن نعرف بالتفصيل الشيخ محمود، يعني إذا كانت تفسد لماذا، وإذا كانت تصلح لماذا؟ وهذا سؤال كبير أظنه، نعم، وسؤال له عمق. نعم. وأولا ما يتعلق بالأحزاب، جاءت نصوص في كتاب الله تعالى تتكلم عن الأحزاب، نعم، وتذمها، كما في قوله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، نعم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم ما كانوا يفعلون، نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، نعم. طبعا الآن يتكلم عن الأحزاب التي تحمل أفكارا منحرفة وولاءات عقدية فاسدة، وتفرقت عن الكتاب والسنة وما عليه أسلافنا الصالحون، نعم. يختلف هذا الموضوع عن موضوع الأحزاب السياسية، نعم. قضية بعض الناس يخلط بين الأمرين، وربما ينزل الآيات القرآنية في ذم الأحزاب على الأحزاب السياسية، فهناك اختلاف، نعم. لو كانت هذه الأحزاب السياسية بتنوعها والوان يعني الوان طيفها كما يقال، تجعل هدفها الوطن، وعندها مشروع سياسي للبناء، ولا تخالف أمر الله، نعم، ولا تجعل الولاء للحزب مقدما على الولاء للأمة ولمصلحة الوطن، وإذا تعارضت المصالح الحزبية الضيقة مع العقيدة أو مع المصالح الكبرى للأمة قدمت مصلحة الوطن، فالأمر واسع في هذا. الإشكالية أن وجود الأحزاب في العمل السياسي أنا ممن كنت أتمنى وأدعو إلى ترك، نعم، بسبب ما رأيناه من تجاذبات سياسية وصراعات حصلت في الأحزاب. ربما لو ألغينا الأحزاب، وأظن أن مجلس النواب الآن بدون أحزاب، ستتكون أحزاب من نوع آخر، وهي ربما أخطر، نعم. الحزب إذا كان حزبا سياسيا، نعم، ظاهرا، نعم، سيجمع من عدة مدن، ستجد فيه كل أبناء ليبيا، بغض النظر ربما يكون ولاء الحزب، ويحصل خلل، وربما يحصل إضرار حتى بالوطن بسبب هذا، نعم. لكن إذا ألغينا الأحزاب السياسية ستنشأ الأحزاب القبلية، سيحل محل الحزب السياسي الولاء القبلي، سنصبح ربما في أزمة أخطر من الأزمة القديمة، نعم. ولذلك المؤمن بحاجة إلى أن يخلص نفسه من كل الولاءات الضيقة. أنا لا بأس أن أنتمي إلى قبيلتي وعشيرتي وأعتز بهذا، لكن إذا تعارض هذا الانتماء مع مصلحة الوطن، مع نفع البلاد والعباد، مع الثوابت الشرعية، فلا يمكن أن أقدم المصلحة القبلية على هذه الثوابت الشرعية. فقضية الأحزاب يعني كأنها أمر لابد منه في العمل السياسي. يعني حتى الآن عندنا مثلا مجموعة من الإخوة الفضلاء في المؤتمر الوطني، نعم، دخلوا مستقلين، فوجدوا أنفسهم تائهين أمام الأحزاب الموجودة، فاضطروا إلى أن يجعلوا لهم تكتلا
يدعمون به قضاياهم. نعم. فسموا أنفسهم كتلة الوفاء للشهداء. طيب. وغيرها من الكتل. نعم. ومع نعم مع دفع. نعم. المسلم سيسأل عن دعمه للحق ونصرته لما يرضي الله عز وجل، وإذا تعارض ما يرضي الله وما ينفع البلاد والعباد وما فيه خير للناس والمصالح الكبرى للوطن، إذا تعارضت مع التوجهات الحزبية، الصادق لا يمكن ولا يرضى أن يؤيد المصالح الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ورخائه. نعم. نعم. شكرا بارك الله فيك يا شيخ محمود. نرجع للدكتور محمود الغرياني عضو المؤتمر الوطني. في البداية دكتور، سؤال قبل أن أسألك السؤال الذي يليه، أنت الآن عضو مؤتمر وطني أو عضو اللجنة التشريعية في المؤتمر الوطني، وكما نعلم أنك مستقل. الآن نسمع ونشاهد الكثير من أعضاء المؤتمر يرشحون أنفسهم ليكونوا أعضاء في مجلس النواب، يعني لما لا يكون الدكتور محمود من بين هؤلاء؟ هل هو لا يرى بهذا الأمر أو هنالك أمور أخرى ربما يحدثنا عنها باختصار؟ نعم، هو ربما هذا جانب شخصي، لكن لا بأس من ذكر على الأقل الموقف الشخصي من هذا الأمر. نعتقد أن فتح الباب أمام أعضاء المؤتمر الوطني للترشح في مجلس النواب القادم من الناحية القانونية هو حق لابد أن يكفل لهم، وهذا ما كفله قانون الانتخابات. نعم. لكن في اعتقادي أن فهم الحراك السياسي، طبيعة الحراك السياسي وطبيعة الاعتراضات على المؤتمر الوطني العام في مجمله، سواء كنا نؤيدها أو نعارضها، لكن على المستوى الشخصي لابد من احترام هذه المواقف الحقيقة، حتى لو كنت أختلف معها. فكنت أرى أن ما استفدناه ربما من تجربة المؤتمر الوطني ربما يراها البعض سلبية في جانبها السلبي، ما أرى أن كوننا بها جانب إيجابي يمكن تقديمه لو كان الوضع السياسي مختلفا عن الوضع الحالي. لكن احتراما لوجهة النظر العامة السائدة الآن، وفتح باب للقدرات الجديدة والشباب الموجودين بحمد الله، يعني يوجد كفاءات أيضا مترشحة ونتمنى لها التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب. فأيضا أعتقد أن الوقوف موقف الوسط من هذا الأمر أولى من الدخول ومعارضة التيار العام والتوجه العام الذي ربما نستطيع يعني مناقشته بالحجة وما إلى ذلك، لكن هذا الوقت أعتقد ليس وقت الجدل بالحجة، وإنما هو وقت التطاوع ووقت التناغم مع الجميع، وأيضا الدفع المجلس النواب للتقدم حتى ونحن مستعدون لتقديم أي نتمنى تجربة كل التوفيق. يعني تحصلنا عليها في هذه المرحلة إلى إخواننا إن شاء الله. السؤال الذي يليه دكتور محمود، يعني نحن لا نريد أن نبحث عن الأخطاء التي لربما وجدت في المؤتمر الوطني ولا نتكلم عنها، الآن نتكلم عن انتخاب مجلس النواب ونتمنى لهم كما ذكرنا كل التوفيق والسداد، لكن نريد أن نستفيد من الأخطاء ولو البسيطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني ما هي الأخطاء التي ينبغي تداركها والتي قد وقعت في انتخاب المؤتمر الوطني بالنسبة للناخب والمترشح في مسألة الانتخاب ليس إلا؟ نعم. نعم. هو طبعا أعتقد أن هناك مبالغة صارت. نعم. مبالغة في التوصيفات. نعم. يعني نحن ربما عندنا نعتبره جديدين في الواقع الليبي على آلية الاختيار وعلى ما إلى ذلك، فربما صار عندنا اصطفاف شديد حتى في مبالغة في توصيفات الآخرين، وربما هذا الأمر وجه من كلا الأطراف بالقوة وبالتعنت المضاد بالحق وبالباطل. نعم. تأخذ العزة بالإثم أحيانا في هذا الأمر. أعتقد أن الآن لابد من النظر بحيادية ونظر إلى الجوانب الشخصية في المترشح وفي الناخب بغض النظر عن الجوانب الخاصة به، ماذا يستطيع أن يقدم، ما هي كفاءته الحقيقية للتقديم، بدل أن ننظر في بعض المثالب الشخصية أو الجوانب الشخصية. نعم. أعتقد أن هناك بعض المشاكل اللي تعرض لها المؤتمر الوطني كان يمكن تجاوزها، ونحن ندعو إخواننا في مجلس النواب أن يتجاوزوها، هي مثل المصاعب الإدارية ومصاعب المواقف السياسية، مثل عدم تفويض، عدم اتخاذ سياسة التفويض والتشبث وراء الوقوف دائما بالرأي الجماعي، هذا الأمر أربك مشهد الدولة بشكل كبير. وأعتقد أن مجلس النواب سيقدم على ترشيح رئيس وعلى اختيار رئيس للدولة، وسيكون هذا الأمر فيه فعالية في تحديث
النظر للمشاكل الدولة بإذن الله. الله إن شاء الله. شكرا دكتور محمود. ننتقل الآن للشيخ محمود بن موسى. كما نعلم وأنت داعية إسلامي ونرى منك رسالة وتوضيح في هذا الأمر، هناك تيار ينكر هذه الطريقة في انتخاب واختيار من يقود سفينة هذه الدولة ولهم في ذلك أدلة شرعية، فما الواجب تجاه هؤلاء الشيخ محمود؟ الواجب عليهم أو واجبنا نحوهم؟ من الكلا الطرفين. والله هم يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. نعم. ونعيد النظر في قراءتهم وفي طرحهم، لأنهم يخالفون علماء الأمة ويخالفون يعني سائر المشايخ وأهل العلم في ما يتعلق بقضية الانتخاب واختيار الأصلح. ويجب أن يدركوا أمرا مهما، وهو أن هناك فاصلا وحاجزا بين الديمقراطية الغربية في جوهرها وفي تاريخها وفي نشأتها وحقيقتها وبين الانتخاب والاختيار. هم يربطون بين الأمرين، فيعتقدون أن ما يتعلق باختيار الأصلح بما أنه من أكبر آليات الديمقراطية ومن أعظم أسبابها، إذن هو يرجع إلى الديمقراطية الغربية. ولو رجعنا إلى الديمقراطية في جوهرها سنجد أنها تخالف قطعيات الإسلام، وبناء عليه بنوا هذا التصور. نعم. وهذا لا شك أنه خطأ وغلط. الانتخاب والاختيار آلية من آليات الديمقراطية، لكن هذا لا يمنع إذا كان الشارع الحكيم أعطى للحاكم المسلم. نعم. أن يختار من ينوب عنه، أن يختار وزراءه، وأوجب عليه تقوى الله وأن يكون أمينا في اختياره وأن لا يحابي، فما الذي يمنع أن يعطي الشارع الحكيم الاختيار لعموم الأمة؟ ليس هناك نص شرعي قطعي في هذا الجانب بحيث نقول لا يجوز أبدا. بعض الناس يقول لا، الاختيار يكون من أهل الحل والعقد. نعم. طيب، أهل الحل والعقد أول لم يرد نص في الكتاب والسنة بهذا. نعم. التوصيف. ثانيا، من يختار أهل الحل والعقد؟ يعني نجوز. نعم. ونبيح ونرضى بأن يختارهم شخص واحد ربما يحابي أو يجامل، ثم إذا عرضنا الأمر على الأمة لتختار، ليس هناك ما يعني يتعارض مع الشرع في هذا الجانب. لكن نقول لإخواننا اتقوا الله عز وجل، وحتى لو كان على التسليم بأن هذه الطريقة غير شرعية، فإن. نعم. الواقع الذي يعني فرض علينا يتحتم على المسلم من باب يعني مراعاة المصالح ودفع المفاسد أن يتعامل مع هذا الواقع وأن يتكيف معه وأن يسعى لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها لنصل إلى الخير وإلى. نعم. نفع الناس. نعم. والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعم. شيخ محمود بارك الله فيك. الوقت اللقاء أزف على الانتهاء يعني، لكن في عجالة ما تبقى لنا من أسئلة. شيخ دكتور محمود، مهمة مجلس النواب الآن هل تراها بحسب نظرك أنت كباحث إسلامي هي أقل صعوبة من مرحلة المؤتمر الوطني كمرحلة أو كاستحقاق، أم هي على العكس تماما؟ والله أظن أن الأخطاء التي حصلت في المؤتمر الماضي. نعم. هناك بعض الأخطاء ممكن قد يستطيعوا تجاوزها، لكن لا أظن بأن المشاكل سوف تنتهي، لأن الصراعات التي أوجدت وداخل أروقة المؤتمر سوف تنتقل للمرحلة القادمة. نعم. هناك أطراف تريد أن تحكم. نعم. فبالتالي إذا لم تستطع ولم تتمكن من الحصول على القدر الذي يسمح لها أن تمسك بزمام الأمور، سوف تبدأ في خلق تلك المشاكل. إذا استطاعت أن تحصل على ما تريد سوف تتكلم وتبدأ تتكلم عن الشرعية. نعم. وعن هذه الأمور، ولكن لم يتكلموا يوما ما عما حصل للمؤتمر من هجوم من كتائب من غيرها. فأظن أن هذا الأمر لا أظن بأنه سيكون بالسهولة التي نتوقعها، لكن أظن أن هناك بعض الأشياء لن تتكرر. نعم. لكن التجاذبات سوف تبقى، لأن الصراع هناك صراع موجود، صراع. نعم. من أجل من الذي يريد أن يحكم. نعم. هناك أطراف تريد تحكم،
نعم، بعض الناس هدفهم ليس الوطن وليس الأفراد، هدفهم مصالح شخصية. نعم، هناك الصراعات كما ذكر بدري الزملاء. نعم، يعني في الغرب مثلا بعد ما وضعت الآلياتهم وكذا، الأحزاب صراعاتها حول المشاريع، يعني نعم. هذا الحزب يتكلم عن مشروع الصحة واهتمامه بالتعليم، الحزب الآخر يتكلم عن اهتمامه بالمسنين، اهتمامه بكذا، لكن هنا الصراع ليس حول المشاريع، الصراع يتجه كيف أريد أن أحكم، والصراع نعم. يتجه إلى كيف نبعد الشريعة عن حياتنا نعم. اليومية. نعم، أريد أن بارك الله فيك دكتور محمود، أريد أن أرجع للشيخ محمود، ما شاء الله الآن الضيوف كلهم محمود، نسأل الله أن يحفظكم. سؤالي أو أريد منك رسالة في دقيقة ونصف يا دكتور الشيخ محمود، رسالة للناس، الناس الآن يشعرون بالإحباط والملل، يتذمرون من المؤتمر الوطني، من الحكومات السابقة، الحكومة الحالية، البعض لا يريد أن ينتخب والبعض ينتقد حتى من يريد أن ينتخب، فنريد منك رسالة في عجالة شيخ محمود. لا، المؤمن متفائل، نعم، ولا بد أن يعني يثق في وعد الله، فإذا نصرنا يعني شريعة الله وكتابه وسنة رسوله وعدنا أن ينصرنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. إن الله لقوي عزيز. نعم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما أعظم وعد الله جل وعلا حين قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. هناك شرط قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون عياذا بالله. من سجل في مجلس النواب عليه أن يتقدم غدا بإذن الله ويدلي بصوته ولا يتأخر، لا يتأخر، ويتقرب إلى الله باختيار الأصلح. نعم، وبهذه الشهادة. في دقيقة دكتور محمود رقيعي، رسالة للناخب غدا، ذلك الشاب وتلك الفتاة، ذلك الابن أو ذلك الأب وتلك الأم، يعني الذين سيخرجون غدا بإذن الله من الصباح لينتخبوا، رسالة لهم من الدكتور محمود. نعم، أنا يعني أشجعهم على الخروج، وأشجع نعم. حتى الذين عزموا على عدم الذهاب إلى تغيير نيتهم والعزم على الخروج والمشاركة. المشاركة عندما صوتك يكون منتجا نعم. لذلك الشخص الذي يجد في مقعد المؤتمر أو مقعد مجلس النواب، ويكون قراره قرارا بإذن الله يخدم مصلحة الوطن، فسيكون لك الأجر المضاعف لكل نعم. الأعمال الجيدة التي يقوم بها ذلك الشخص. التفاؤل نعم. أيضا مطلوب، لابد أن ننظر أن نحن في تجربة جديدة وتجربة متطورة بإذن الله، وما نعم. ما إيقاف عمل مؤتمر وطني ونقل الصورة إلى مجلس نواب جديد إلا هو دليل على أن هناك نعم. لا زالت هناك يعني أفق للتحول وللتطوير العمل نعم. السياسي. فأدعو إلى النظر بالتفاؤل دائما وأتمنى التوفيق إن شاء الله. نعم، شكرا. رسالة أخيرة من الدكتور محمود أرقيعي الباحث الإسلامي لمن رشح نفسه ليكون عضوا في مجلس النواب. والله بالنسبة لي أنا أنصح أي واحد ألا يلتفت للحملة الإعلامية، محاولة تشويه كثير من الناس، وعليه أن يسأل من يثق فيهم كما ذكر الزملاء. إذا لم يستطع أو لم يعرف أحد، عليه أن يسأل من يثق به حتى يدلوه على الإنسان الأصلح والأنفع. نعم. وأما الحملات الإعلامية هذه وما يراه في التلفاز من تشويه، عليه لا يلتفت به، لأن هذا الإعلام إعلام قد لوت الجو وسمم نعم. هذا الهواء، فعليه أن لا يلتفت به، لأنه إذا تنفس هذا الهواء سوف يصاب بهذا المرض. فينظر بجانبه عن يمينه وعن شماله عن جيرانه، يسأل عمن يثق فيه نعم. في شهادته، فبالتالي يتجه. شكرا لك دكتور محمود، بارك الله فيكم. إذن أيها الأحبة في كل مكان، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وهذه الندوة التي كانت عن دور المواطن الليبي في انتخاب مجلس النواب. لا ننسى أن نشكر ضيوفنا الكرام، بدءا من الدكتور محمود سلام الغرياني، عضو المجلس، عضو مؤتمر الوطني العام، عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام، وأيضا الدكتور محمود أرقيعي الباحث الإسلامي، وأيضا لا ننسى أن نشكر فضيلة الشيخ محمود بن موسى الداعي الإسلامي المعروف، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أنتم كذلك أيها المشاهدون في كل مكان، نشكركم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لهذا اللقاء. لا ننسى أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الندوة، بدءا من نظم هذه الندوة وهم المتمثلون في مكتب أو قسم الشؤون الدعوية والثقافية بمكتب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. أيضا نشكر قناة التناصح لإتاحتها لهذه الفرصة. لا ننسى أيضا أن نشكر كل الكادر الذي اشتغل
اشتغل معنا في هذا اللقاء من مصورين ومخرجين وفنيين، بارك الله فيكم. إذا أيها الأحبة، إلى أن نلتقي في لقاءات أخرى، نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.